وفي رحلة التكامل بين المحافظات ولمواصلة منهاج النهوض عبر دعم الطاقات الشبابية وتسخير المواهب في خدمة محافظة نينوى، أقيم بمدينة الموصل بازارا للأعمال اليدوية والمشاريع الصغيرة ضمن سلسلة معارض خيرية مجانية تقام بين آونة وأخرى بهدف تشجيع الشباب الاعتماد على النفس وتوفير فرص عمل لتأمين دخلهم اليومي وتنمية مهاراتهم الفردية والجماعية. مشغولات يدوية وحرفية صنعت بأيادي موصلية تحت شعار بازار حلم وأمل. أقام فريق صناع المستقبل بازاراً ضم الكثير من الأعمال، منها الخط والرسم والحياكة والتطريز والأعمال اليدوية، فضلاً عن الأكلات الموصلية وغيرها. شارك فريق صناع المستقبل في بازاره الخامس في منتزه الكفاءات لدعم المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية والإكسسوارات، وشارك الكثير من المشاركين، ومنهم الرسامين والنحاتين والخطاطين والإكسسوارات. الالتفات إلى هكذا نشاطات هو دعم للمواهب الشبابية، لا سيما الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين كان لهم بصمة ومشاركة فعالة في هذا البازار. شاركت في هذا البازار حديقة الكفاءات في الموصل، من لوحات، من أعمال يدوية، رسم على الزجاج، حرف، آيات قرآنية. أنا رسامة، أشارك المعارض، يعني أرسم على لوحات كنفاس، على قماش، على الزجاج. فإيش أنا أتمنى الدعم، يعني من الحكومة الدعم أول شيء من الأهل، والحمد لله الدعم من الأهل. وأنا أريد إنه تزيد من هاي، إنه البلدية دائما توافق على البازارات على مود يشارك أكثر، لأن هذا الشيء إلنا دعم أكثر. نصيحتي إنه كل بنية من شيء بسيط تصنع شيء أجمل، لأنه الواحد ما يبدي إنه هو كل شيء بيرفكت، يعني إنه كل شيء لازم يكون عنده درجة أولى، يبدي شوية شوية. مثلي أني همين، يعني أني بديت شوية شوية، يعني شيء أكيد شكر الأهلي، يعني إنه خلاني شوية شوية أطور نفسي، وإنه الأهل همين. نصيحة مني لهم إنه يدعمون بناتهم. الهدف من البازار هو إبراز إبداعات سكان مدينة الموصل بالصورة التي تليق بالمرأة والشاب الموصلي. بعدما عانت المدينة من فترة ظلامية إبان سيطرة داعش عليها. من الموصل، يوسف البرهان، قناة صلاح الدين الفضائي.